الحادث اجونا بقوا ساعة ونص، اخذوا البصمات، سحبوا السيارة، سحبوا المفاتيح، سحبوا الاجهزة، وصار لنا 4 ايام انا الشخص بصمت وانطوني شهادة وفاة، رحت دفنت وصار لي يومين ورجعت، وهاي الفاتحة اليوم خلصت. لا احد اتصل علي، لا اجاني اعلامي، لا اجاني ضابط، لا اجاني وزير، لا اجاني شخص تابع للجهة الثانية، يعني كل شيء ماكو. هاي رسالتي خل توصل لمحمد الشياع السوداني، ايدك انت تجي شخصيا، تجي شخصيا تتابع الملاحظات والكتابات والبصمات، وعلى اي اساس انت تسحب مفاتيح البيت؟ على اي اساس؟ ليش؟ غير بيت اختي هذا، شنو تسحب مفاتيحه انت على اي اساس؟ هذا البيت تابع لنا ومو الواحد، هذا بيت اختي.